سنين اثبات النظام ولم يسقط، وبالتالي احنا قاعدين في ميدان التحرير حتى يسقط النظام. المرة دي مش هنسيب ميدان التحرير بأي وعود. احنا صدعنا وعودهم وقعدنا في بيوتنا 6 شهور مستنيين. الشعب المصري كان بيقعد بال30 سنة يستنى، مش هيستنى تاني 30 سنة، بالكتير استنينا 6 شهور، بعد كده مش هنستنى. دي مش مطالب، المطالب الثورة دي مش مطالب الأغلبية، دي مطالب الغلابة، وكل اللي قدامي دول بما فيهم أنا غلابة، غلابة الوطن ده. أنا معاكم هنا معتزمين بإذن الله حتى تتحقق كل مطالب الثورة، وبنادي كل شرفاء الوطن اللي قاموا بالثوره دي ان ينضموا المعتصمين حتى تتحقق كل مطالب الثوره. حاضر. كل واحد فيكم مركز على مطلب. احنا المطالب بتاعتنا مطالب جماعيه. لما قلنا عيش، لما طلعت الثوره دي قالت عيش، قالت حريه، قالت عداله اجتماعيه، قالت كرامه انسانيه، مش دي الشعارات اللي طلعنا بيها؟ اي حاجه لغايه اللحظه دي لم تتحقق. الاعلام لسه ما اتطهرش. فين تطهير فين تطهير القضاء؟ فين تطهير الداخليه؟ فين تطهير المؤسسه الماليه والمصرفيه في مصر؟ فين محاكمه قتل الشهداء؟ انا ازاي بعد 6 شهور لسه شهيد يموت عفن على سريره في مستشفى حكومي نتيجه الاهمال اثناء ما حسني مبارك بيجي له دكتور من المانيا؟ الشهداء دول لولا هم ما كانتش البلد دي اتحررت، ولو دمهم ما فضلش في رقبتنا لغايه ما نجيب لهم القصاص العادل يبقى احنا مش ولاد البلد دي ولا نستحق نبقى بني ادمين. قبل ما نقول تطهير الاعلام، قبل ما نقول تطهير الداخليه، قبل ما نقول الامن اللي راح، قبل ما نقول ان احنا عايزين ناكل عيش، قتلت الشهداء، دماء الشهداء، لابد ان احنا نقتص لدماء الشهداء، وبعد اي بعد دي نقدر نتكلم في اي حاجه. حتى هذه اللحظه مفيش اللي هيبطل في الميدان الليلة ممكن يكونوا 100,000 ممكن يكونوا 200، لو فضلوا صامدين النهاردة هيقتلهم 200 بكرة و200 بعده، وهتبقى مليونات تاني مليونات تاني على قد سرقة النهاردة، على قد سرقة